بقالنا سنتين وثلاث سنين شغالين عروض مشاركة مجتمعية متطوعين بدون أجر، مشتركين في كل حاجة في المدرسة. عايزين عروض، عايزين عروض على واحد منهم زي زمايلنا اللي كانوا قبل مننا اللي هم يعملوا لهم عروض، واشتغلنا على هذا الأساس بس، وشغالين على هذا الأساس. وكمان سمعنا المشاركة المجتمعية هتتقفل، طب نعمل ايه؟ دلوقتي مشكلتنا تنص على ايه؟ ان احنا اول حاجة قالوا في عقود مشاركة، طب دي يعني فكرتها ايه؟ فكرتها انت تشتغلي من غير اجر، اشتغلنا من غير اجر، وبعد كده جينا قالوا على امل ان انت تعملي عادي، جينا نطالب بالعقد قالوا لا ما ينفعش. علوا 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 الصوت، علوا 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 الصوت، ده اللي هيكتف مش هيموت، ده اللي هيكتف مش هيموت. احنا مدرسين من اداره السلامه التعليميه، والناس دي كلها شغاله باجر تطوعي، بعقد تطوعي، يعني بدون اجر مادي. ناس بقى لها سنه وسنتين وثلاثه، ودلوقتي بينكروا ان احنا اشتغلنا. وعايزين نطالب بعقود او تعيين، لان الناس دي كلها خريجه كليات تربيه، يعني ماليش شغلانه الا مدرس. احنا قبلنا اصل التطوعي ده لسبب بسيط قوي، ان في الاولويه ان احنا قالوا الناس اللي شغاله دي هيبقى ليها الاولويه ان هم هيشتغلوا، مش من نفسنا او لاننا عارفين ان احنا بنشتغل لله، احنا بنشتغل عشان احنا لينا الاولويه في اي عمر. احنا المفروض خلاص ان هم ان احنا السنه خلصت، وقلنا للمواجهين طب ايه وبعدين؟ احنا بقى لنا سنين مشتغلين في من غير اجر، طب وبعدين؟ واحد اثنين المشاركه فين؟ عايزين يعملوا لنا عقود لو حتى مبالغ قليله. بقالنا سنتين بنشتغل مدرس، يعني مدرس تربيه رياضيه مثلا مفيش اي فلوس، وماسكه المدرسه كلها وكنترولات وتصحيح، ونطلع ناخد الغياب ومراقبات وكل حاجه.